ذات الجمال أراه الحب مختزلا بيك وفينا لهيب الشوق محتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما يا ليبيا يا ألما حنايا الروح والقبلة مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج موطني. نبدو ديما وزي العاده باخر اخبار والمستجدات في وباء كورونا، عافانا الله واياكم. النشره اليوميه طبعا للمركز الوطني لمكافحه الامراض اللي كانت من المفترض ان هي تطلع كل عشيه او كل ظهر زي ما صرح المركز في السابق، قاعده تتاخر واليوم طلعت حوالي الساعه 7 او 7 ونص مساء طلعت. عموما اللي يهمنا مش الوقت، اللي يهمنا النتائج اللي هي 122 حالة موجبة، 19 حالة في طرابلس منهم 11 حالة جديدة وحالة مخالطة، حالة جديدة في الزاوية، الخمس أيضا حالة مخالطة، غريان حالتين مخالطات، لصابعة 9 حالات مخالطة، بنغازي 4 حالات جديدة، درنة حالة جديدة، الجفرة 3 حالات جديدة أيضا، طبرق 3 حالات جديدة، زليطن 13 حالة، 10 حالات مخالطة و3 حالات جديدة، مصراتة 32 حالة، 29 حالة مخالطة و3 حالات جديدة، سبها 32 حالة أيضا، 20 حالة جديدة و12 حالة مخالطة، ترهونة حالة واحدة جديدة، جنزور حالة واحدة جديدة أيضا. كما يعلن المركز الوطني عن شفاء 43 حالة، 11 حالة داخل مدينة طرابلس و32 حالة في سبها. وأيضا للأسف سجل المركز الوطني مكافحة الأمراض حالتين وفاة، حالة في بنغازي وحالة في جنزور. طبعا هنا نقدر نتكلم على مجموع الأرقام حتى هذه اللحظة في ليبيا، عدد الحالات وأجمالي الإصابات 2669 إصابة، الحالات المتعافية 553، الوفيات 60 حالة. طبعا قبل ما نبدأ نتكلم على كورونا، أدعو الله عز وجل أن يشفي أخي وصديقي وزميلنا الإعلامي سالم مديقش اللي ظهرت نتائج اليوم، نتائج تحاليله، وللأسف كانت النتائج موجبة. أتمنى بإذن الله تعالى لصديقي وأخي وزميلي سالم مديقش الشفاء العاجل، وربي يطمنا عليه قريبا. كلام قلته في 60 حلقة وحنرجع نقوله تاني، ومشكلة ما فيش من يسمع واللي تتكلم معاه يعني بشكل مباشر يبدأ بتطلع لك 200 عذر، أعذار ممكن نقبلها وأعذار ما تقدرش تقبلها. الحالات في الزايد والموت في الزايد، احنا من شهر كنا عدد الوفيات 3، اليوم عدد الوفيات 60، من شهر كنا اجمالي الاصابات 100 او 150، اليوم اجمالي الاصابات خشين على 3000. العيب زي ما قلت لكم، انا والله منركب في العيب في الدوله ونشوف فيها لا السيد محمد هيثم غلط ولا الدكتور سعد عقوب غلط، وافهموها كيف ما تبوا تفهموها. قطاع صحي منهرد، قطاع صحي متدمر، واللوم مش عليهم هم، اللوم على المواطن. احنا اليوم لو كانت عندك انت اهم الامكانيات في قطاع الصحه برضه حتوصل للعدد هذا، لان العدد هذا احنا السبب فيه. العدد هذا عدم احترام الحظر والقرارات الحظر، العدد هذا عدم احترام القوانين الصادره اللي هي منها الافراح، قاعدين نديروا في عراسنا خيم في وسط الشوارع، قاعدين العزوات يندروا والناس تمشي، واللي ما يمشيش يعزي خايف على صحته يزعلوا منه ويعاتبوا فيه. الموضوع فينا احنا، الموضوع في المواطن الليبي، في ثقافتنا احنا، نشوفه في اللي يلبس في الكمامه والقوانتي اللي مقعمس في حوشه ونقوله يوسوس ونقوله ونضحكوا عليه، مع انه هو الوحيد اللي ممكن اذكى منك، لانه خايف على نفسه وخايف على عيلته
وخايف على بلادها، انعدمت الوطنية في هذا الجانب، الجانب هذا وطني، الجانب هذا اجتماعي وتربوي، ما هيش مرج لأنك أنت تطلع للشارع ومش لابس كمامة ولا لابس قوانطيات وتلف وتخش للمحلات وتقابل في هذا وهذا. المعلومات اللي قاعدة توصل فيها ومش متأكد منها إن في طرابلس مراكز العزل اتعبت والناس بدو الحالات اللي تجي اللي أمورها طيبة، يعني مجرد ما وصلش لمرحلة محتاجة تنفس وعناية يقولوا لها روح لحوشك، خذ الأدوية هذه وقعمز في حوشك وتفكروا كلامي. أنا قلت لك من الحلقة اللي فاتت، قلت لك من الحلقة يا حنا نقول إحنا فوق 2000 إصابة، وتفكروا كلامي بعد العيد حنوصلوا حتى للستة والسبعة والعشرة آلاف والعشرين ألف لو قعدنا هيك ولو ما احترمناش هذه القوانين. خلينا نشوف التقرير وبعدين نرجع ونستقبل ضيوفنا. ضمن أنشطة مكتب تنمية الموارد البشرية بمستشفى الوحدة درنا، أقيمت في المدينة دورة تدريبية حول كيفية إدارة أزمة كورونا. كان من ضمن المستهدفين للدورة التي استمرت على مدى يومين أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية وفريق الرصد والاستجابة وفرق العزل الصحي بمدينة درنا. هذه الورشة برعاية مستشفى الوحدة التعليمي وإدارة الخدمات الصحية درنا وتحت إشراف إدارة الموارد البشرية بديوان وزارة الصحة. الهدف من هذه الورشة كيفية إدارة الأزمة حيال مكافحة جابحة وحيال مكافحة فيروس كورونا. هذه الدورة تعتبر الثانية من نوعها، حيث أقيمت الدورة الأولى خلال الأيام الماضية بمدينة شحات بنفس الأهداف المقامة لأجلها. أيضا تستهدف هذه الدورة كيفية إدارة الأزمة حيال الوباء أي كان، سواء وباء كورونا أو غيره من الأوبئة الأخرى. وعلى إثر تسجيل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفر الأسبوع الماضي لأول حالة مصابة بالبلدية، تم الإعلان عن إيداع المصابة في مركز العزل الصحي بالبلدية. كما أعلن أن المصابة وهي سيدة قادمة من الجنوب حالتها الصحية مستقرة، وأن نتائج المخالطين للمصابة كانت سلبية. وفي بلدية سوان بن آدم قامت اللجنة الاستشارية العليا وجهاز الطب العسكري بزيارة إلى مركز العزل بالبلدية، حيث شملت الجولة الاطلاع على إمكانيات وجاهزية المركز لاستقبال الحالات المصابة بدءا من الأسبوع الحالي. كما تمت مناقشة سبل تطوير السعة السريرية للمركز لتصل إلى 60 سريرا، وذلك بزيادة 29 سريرا عن العدد المتوفر حاليا. التطورات في أغلب بلديات ليبيا لغاية أن الواحد ما عادش عارف حتى كيف يحصر الموضوع وين يركز تحديدا. خلينا نستقبله في البداية عبر السكايب الدكتور عبدالله الأحول رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بسر. دكتور عبدالله السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور عبدالله خلينا في البداية ناخذ منك يعني نشرة وتفاصيل أوفى عن الوضع الوبائي داخل بلدية سرت. الو سمعتني دكتور؟ سمعتني. ايه نسمع فيك، سمعت سؤالي؟ ايه نسمع فيك. سمعت ايه. تعال تفضل نسمع فيك دكتور. فيه الوضع الوباء في مدينة سرت وما جاورها من مناطق متعددة مساحة كثيرة اللي الواد الأحمر زمزم وجيم غربية تعرف ومدينة أن هي المركز المدينة كانت إلى حد ما الماضي القريب هذا كانت مستقرة ولا تسجل فيها حالات الوافدة. سجلنا حالة كانت عادة في مدينة سرت وحالة ثانية في الجفرة. الحالة التي سجلت في حالات مدينة سرت من مناطق التجاور الشرقية اللي يعني تتردد الأهل اللي عند يوم العمل والعلاج في مدينة سرت. يعني إلى القريب كان الوضع جيد زي ما نقول، لكن تطور بسرعة مع الجائحة في
يعني هذه بطريقة الأرقام تتصاعد بشكل لا نعلم إلى تطور يعني الأرقام هذه. نحن خايفين واحد في ليبيا الآن أصبح 60 وحتى 130 وأكثر. يعني دكتور اليوم بحكم خبرتك في هذا المجال وبحكم يعني وجودك في أرض المكان في ليبيا تحديدا، اليوم على من نقدر نحمل المسؤولية؟ هل الجهات المسؤولة الجهات التنفيذية أم على وزارة الصحة أم على البلديات أم على المواطن نفسه يتحمل المسؤولية في ارتفاع عدد الحالات يعني لأضعاف مضاعفة في خلال أقل من شهر؟ أنا لو بجيب لك مثال تفهم الموضوع، تفهم المثال أن تقريبا أول بلدية في ليبيا أقامت ندوة علمية رعاية كلية الطب، قلتوها أنتم في نشرات، كانت أول بلدية شكلت لجنة حرب كورونا، أو أيام كانت في الصين جائحة، كانت في وهان بالضبط. الآن من هذاك التاريخ اللجان إلى الآن لم تكتم شدات الإمداد التام حرب كورونا في هذه من الاختبار البطلات تنقصنا الاعداد العلاج زي العزل يكون في سرة كامل يعني مدينة وضواحيها 280 ألف. نحمد الله أن اللي عندي الآن قاعد 6 و7 حالات يعني وسط المدينة سجلنا حالة واحدة فقط. ولكن أنا نعزي الامر لعدم وجود عبارات تثبت اذا عدم يعني اكتشاف لحالات كثيره ولكن لا نعلم. نعم المسؤول طبعا من الحديث بتاعي مسؤول اولا الحكومات، طبعا انا لا افرق انا ليبيا واحد حكومات بالكامل. اللجان العليا في ليبيا لم تؤدي واجب الحق ان تحقق من اللجنه وجود الأجهزة في التنافس الكونية وما كان نهاية، لكن السلطة مركزية ووجودها من جميع الجهات لا يوجد كاتب. مانيش عارف ليش السبب، مع ذلك كلمت جميع اللي تواصلت معهم، وصلت مع اللجنة العليا في الحكومة الليبية، اللجنة العليا في طرابلس، مكتوبين للمتحدة دبليو شو اللي هو واليون دي بي كلهم وعدوا انها العوائق، لكن طبعا يزودوا فينا بالاختباس الخاص للاطباء هذا موجود الحمد لله، والمطهرات الوضع من حظنا بركة الله ان قاعدين قليل العدد، لكن لا اتوقع ان يستمر يعني طرابلس الان في كل مكان. نعم ان شاء الله خير. ان شاء الله. دكتور يعني كيف ترى تعامل المواطن بنفسه يعني بعيدا عن الحكومة وبعيدا عن اللجان العليا، كيف ترى تعامل المواطن مع هذا الوباء؟ الحقيقة هذه مشكلة أخرى، يعني 50% من الكلام اللي قلناه على الحكومات. نعم. الآخرة طبعا اللقطة تقع على كاهل المواطن. لو حرص المواطن على نفسه بإجراءات بسيطة جدا، التباعد الاجتماعي، الكمامة في مناطق الزحمة، تجد الآن في أوقات العيد الآن في أسواق الماشية الأعداد في المصارف في الاسواق العاديه الان فتره العيد بعد العيد حنبعثوا عينات كما تمرين في الارسال، رغم وعدنا الدكتور الخليفي وفر لنا اجهزه لتحليل كورونا قريبا، الدكتور يقدمي نفس الشيء، نتمنى توصل ان تكون الاعداد اكبر. يعني ازدحام الناس
الناس هي زي النكت، مصدقين انا موجود بكورونا، يقولون لنا انتم طلعوا في البلد مش قلنا لهم غير جبال فلوس باش نشرب بها. بالضبط، نظريه المؤامره هذه دكتور هي اللي ضيعتنا يعني. ولا موجوده حاجتين، انك بتطلع حالات باش تاخذ فلوس، الحاله الثانيه انه مش مصدق انه في كورونا. بالضبط. ما فيش هذه حاجه خرافه. مش عارف هذه عقلية هذه هدامة يعني، تخلي في الناس تشجع وتطلع بدون كمامات. بالضبط بالضبط بالضبط. أعانكم الله دكتور وربي يوفقكم دكتور عبد الله. دكتور عبد الله الأحوذ رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا ببلدية سرت، شكرا جزيلا لوجودك معي. كنت أتمنى أن يطول الحوار معك، ولكن للأسف يعني سوء الصوت من المصدر هو السبب الرئيسي في عدم إكمالنا الحوار، ولكن الأهم أن أخذنا هذه المعلومات المهمة من حضرتك دكتور عبد الله. هذا الموضوع والله الناس ممكن فيه حتى الزعل مني، وفي اللي قال لي انت هجومي على المواطن اكثر شيء، لا مش لان المواطن اساس يعني. اليوم لو داروا لكم في كل زنقه مركز عزل وجابوا لكم كل الادويه اللي تخطر في بالك واهتموا به، برضه حتطلع للشارع وبرضه حتجيك الكورونا، وفي جميع الحالات انت خاش لمركز العزل. لكن انت اليوم في دولة زي ما قلنا لكم القطاع الصحي مدمر منتهي، شنت راجي من قطاع أبناء يعني اللي احنا يقولوا عليهم الجيش الأبيض غادروا ساحة المعركة، مع احترامنا طبعا للي موجودين وقاعدين يقاوموا وقاعدين يقاتلوا في هذا الوباء اللعين يعني. شنت راجي يعني، هل تتوقع انك انت تمشي تلقى خدمات سبع نجوم قدامك؟ خليك لا لا، تشوف فيه في النت هذا كوم وراه الواقع كوم تاني، اللي تشوف فيه يجيبوا لك في الدكتور محمد هيثم وتم افتتاح مركز العزل والكاميرا وتبدا بتخش بيك وتشوف الا سره. والله لا 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 انسى هذا كله، مش حتشوف. لو جاك المرض راه تعبه، اللي شفته انت هذا فل اليوم خلاص، اشبح وين جيت لويحتك. هذا كان نقول لك سرير. احنا ما عادش بدنا نفهمه بالطيبه، داروا لكم الكلمه الطيبه، الناس قاعده تطلع للشارع. نكلم في صديقي مبكري المهندس رامي، فندرز انا وياه وجبت على اللي قلت للناس يا رامي كذا كذا، قال لي الناس مضطره، الناس كان ما طلعش تصرف في خدمه وخدم على روحها وتحرك بيموت من الجوع هو وصغاره، فبيضطر يقول لك انا اعطيني الوباء والصغار يموتوا بالجوع. باهي ما نقدر نحكي عليهم، نقدر نتقبل كلام منهم. باهي يا سيدي لما تطلع البس لي كمامتك، البس الجوانطيات، اطلع الله غالب انت الظرف حكم عليك هيك، لكن خذ الاجراءات. فسالت على الناس اللي قاعده تدير في العراس، والله العظيم والله العظيم العراس قاعده لنهار اليوم، وانا نحكي معاكم توا في عرس في خيمه منصوبه في قداش الشارع، وجاي العيد وحيسلموا على بعضهم بالاحضان وبالبوس وكل سنه وانت طيب، وما نتعضوش، وبيزيد ينتشر، والرقم اول تشوفوا فيه اليوم ال 2600 حتقولوا يا حصره يا ما وصلنا كنا 2600. الدولار زمان لما وصل 3.5 الناس عيطت وقالت ووك، اليوم بستة تقولك يا حصة جيبوا لي يا متى 3.5. هذا حيصير لكم نفس ما صار في الدولار بالضبط، ل 2669 حالة يا حيجيوا يوم نقول والله لما كانت 2000 حالة وكنا نقولوا هلبة. جايين أرقام خيالية، أنا راهو نقول لكم عليه كلمة واحدة، راهو اللي تشبحوا فيه يوميا نقول لك عدد الإصابات كذا، مش هذا عدد الإصابات في ليبيا. راهو ياخذوا في ألف عينة ويطلع لك منها زي اليوم قداش حاله يا كريم اليوم 122، يعني 12% صح من 1000 عينه. تخيل لو ياخذوا زي تركيا وزي مصر وزي الدول الثانيه ياخذوا بال 10000 عينه، معناها انت عندك في اليوم فوق ال 1000 حاله حتكون، اللي هي العمليه نسبه وتناسب 122 من 1000، معناها لو 10000 1222. عندنا كارثه ثانيه، احنا ما عندناش حزم عينات عشوائيه، لا التحاليل هذه كلها راهو الا من حالتين، مخالطين المريض او ناس شكت انها هي عندها هذا المرض اللعين ويمشوا يطلبوا في تحليل. لكن ما فيش ان لجان تطلع ولجان تقصي وان تاخذ عينات عشوائيه من المقاهي ولا من الشارع، ترى تعال يا فلان ناخذ منك عينه، لا هذا ما عندناش، ما وصلنا لاش. ما خبطش على باب الدكتور محمد هيثم قاعد، دكتور محمد هيثم والله العظيم اقسم بالله مع احترامي لحضرتك واحترامي لاخوتنا في وزاره الصحه
والله لو أعلم بأن هذا الموضوع ما هوش وقته وما هوش بابه وإن وقت الكلام فيه خطأ في خطأ هذه الوقت تحديدا هذا الوقت راهو تكلمنا على البلاوي اللي قاعدة تصير عندك، راهو تكلمنا على اللجان، تبيني نكلمك على اللجان اللي مديرينها، تبيني نكلمك على البضاعة اللي جايبينها والشركات تتبع لمني والشركات اللي يمشوا لها في تونس، تبيني نكلمك على الدكتورة فوزية واللجنة اللي شهدتها، على من تبيني نكلمك ولا نكلمك؟ والله كلام عندنا ومننا عين المكان، لكن مش وقتها مش وقتها مش وقتها. بتقولوا لي لا كيف مش وقتها؟ لا لا تو جيهم وقت، همام خانب مع احترامنا للقلة وهما ناس عليهم ملفات فساد مع احترامنا لهم، هذا ما يقال. ولا وجه تهمة هنا للدكتور المحترم محمد هيثم وكيل وزارة أو لغيره، لكن في ملفات وفي شبهات، وإن كانت هناك شبهات فمن حقنا كأعلام أن نفتح هذه الملفات، ولكن والله ما وقتها، وحيجي يوم وحنتكلموا فيه وحنحكي لكم شن كنت نقصد ونفكركم في اليوم هذا تحديدا. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما يتعلق بالكورونا، نمشي مع بعضنا توا لملف آخر من ملفاتنا اليوم. في مشروع في من المشاريع الزراعية في ليبيا اسمه مشروع ثالة الزراعي، طبعا المشروع هذا في الجنوب ونقدر نقوله يبعد على حوالي 60 كيلومتر جنوب أو شمال بلدية غات، نوجه لأهلها التحية. المشروع هذا كان حلم وكان شيء وكان المفروض يكون منتج كبير للخضروات والفواكه لكافة ليبيا وممكن حتى ليش لا لتصديرها. اليوم المشروع أصبح أطلال من الماضي. المنتوجات هذا المشروع أصبحت يعني للأسف صعب حتى توصل للبلديات القريبة لارتفاع أسعار الوقود وعدم وجودها أصلا في الجنوب. انقطاع التيار الكهربائي، ارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات، يعني ونقص السيولة في المصارف. المشروع زي ما قلت لكم أصبح أطلال. تعالوا نشوفوا مع بعضنا مشروع تهالة الزراعي كيف ولا ونرجع لكم. مشروع تهالة الزراعي أحد المشروعات الزراعية في الجنوب الليبي التي كانت حتى وقت قريب عامرة بإنتاج الخضروات. المشروع الذي يقع في منطقة تهالة الواقعة شمال مدينة غات بمسافة تقدر بستين كيلومترا تقريبا، يعاني اليوم من بعض الصعوبات التي أثرت على الإنتاج وكبدت المزارعين الخسائر. فمدينة غات والتي تعد السوق الرئيسية لمنتجات المشروع لم يعد إيصال الإنتاج إليها بالأمر اليسير، فنقل المنتجات الزراعية إليها أصبح ذا تكلفة عالية بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق السوداء في ظل نقصه في محطات الوقود. كانت البيع هذه لين وصلت القابية تبدالك تبيع بين 5 جنيه والله بستة دينار اللي كانت تنباع حتى بستين دينار. ها؟ زي ما تعرف انت بروحك ما عندك كهرباء باش ترفع، والله السوق واحد هنا قريب السوق كبير يعني اللي تبيع فيه، تحتاج ياخذ واحد ثاني يمشي يرفع لغات، ومع هذا تأجر عليها ب 80 دينار سيارة تبي 80 والله 100 حق البنزين ما تعرفوا بروحكم اللي توصل ل 60 70 وش اسمه. بعدين بعد يجي غادي عند التجار غادي اللي ياخذوا الخضار اللي ياخذوا منهم، حتى هم زي ما قلنا ان يقولوا لهم لا 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 بدي هذه، حتى كان عارفين هن ذي تنباع مرات ب 40 مهري، لا لا يقولوا لك لا 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 ما هو ب 20 ولا ب 15 ما نبوه ما ناخذوها. تبيعها عصبا عنك سمي بالدير انت ولا تفسد. انقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات بالإضافة إلى نقص السيولة في المصارف عوامل أخرى اجتمعت على المزارع فأثرت على الإنتاج والتوزيع ومصدر دخله، فهل سيجد آذانا مصغية تنهي معاناتهم؟
مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا المشروع الزراعي أكثر والأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع داخل المشروع الزراعي تهالى، استقبل عبر الهاتف سيد أحمد كليكلي عضو المجلس البلدي غات. سيد أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، مشروع كان حلم أصبح كابوس اليوم لأهالي غات والجنوب عامة، مشروع تهالى الزراعي من مفروض أنه كان هذا المشروع المهم يغذي ليبيا ممكن حتى بالكامل بالخضروات والفواكه، اليوم أصبح حتى يصعب على هذا المشروع إيصال الخضروات إلى بلدية غات البعيدة 60 كيلومتر. ما الأسباب الرئيسية في وصول هذا المشروع إلى هذا الوضع؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للوضع من المشروع هذا هو بالفعل مش كابوس بس، يعني هو ما فيش حاجه اسمها مشروع، يعني ما ناس ده مشروع لا. نعم. يعني للاسف الشديد انت تعرف شلون صار، يعني من 2011 لليوم وانقسام اسمها الدوله وتسيب يعني اسمها حقيقه يعني وزاره الزراعه لهذا اسمها لهذا المرصد لمشروع يعني مشروع تهالى الزراعي، يعني الحقيقه يبي تصحيح بالفعل. احنا المشكلة احنا كمسؤولين للأسف الشديد الموضوع احنا ما تدخلناش فيه. تدخل فيه يعني مهما كان، يعني حيشوف ناس يقولوا لك لا لا ما تدخلش في المواضيع هذه ما عندكش بها علاقة، الحقيقة نشعر فيها ان كل يوم أسوأ من يوم، يعني الحقيقة أول حاجة أول شيء بالنسبة لي للمشروع. أول شيء يبي تصحيح اداري هالدرجه اولى، احنا ما نجملوش انفسنا، احنا المشروع اللي نضيعها فيها ما عندنا اداره مش مشروع، ما احنا لا مشروع لا واحد ما نقول لك من الاخر، احنا تو نعرف وتو نعرف مشروع برشوش مشروع عراونا وتو يشتغلوا وعندهم اداره قاعده تمشي لهم وعندها دخل وعندها، احنا وين بالله وين مشروع هذا؟ هاي المجاملات علينا هم اللي هالكون للاسف الشديد وصلونا لها، ما احنا ما نجاملوش اي واحد، يعني الحقيقه المفروض احنا نقعدوا مع بعضنا كاهالي كشيوخ قبائل كشيخ مزارعين نديروا حل لهذا المرصد. حقيقه احنا ان شاء الله باذن الله احنا سوى ذلك، احنا قلنا احنا اقل حاجه نقعدوا لي بعد العيد نشوفوا الاليه اللي ندرسوها مع الناس الخبراء في يعني المشروع هذا، اقل شيء فعله مشروع راجل، يعني انت دوا كم وزاره اليوم بيمشي اليوم من المسؤول سيد احمد، من المسؤول على تدهور الوضع في مشروع تهالى؟ هل يعني المزارعين البلديه الحكومات من المسؤول تحديدا يعني؟ لا 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 انا نقول لك حاجه بالنسبه للمشروع راه مسؤول عليه اداره مشروع درجه اولى هي اللي فركست المشروع، يعني ما نجملكش هي اللي فركست الموضوع، احنا ما نجملوش في احنا ما نجملوش بعضنا، يعني احنا المشكلة الحاجات الاجتماعية تدخل في موضوع تقول تبي تتكلم على 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 المشروع والله تتكلم كذا لا لا انت كذا انت يعني مصبوغ بوصاف لا لا ما دام يعني جاك بوك والله خالف والله عمك خليه ماشي بدي الا ان شاء الله تسكت، يعني يقول لك اسكت ما تدخلش مواضيع هذه، الله الحاجات الاجتماعية ما نقدرش تسمع ما تقدرش، هذه هي احنا تو لو في اصلاح حقيقي لإدارة المشروع احنا شيئين عندنا حل، يعني تجمع مجلس كمان تاع تهالى والاعيان وشيوخ القبائل يديرهم ما يديروا اليه يديرهم مذكره، هذه اول حاجه المهمه المساكن اللي يسكنوا فيها الناس، يعني قريب ما نعرفش كم مسكن ليومنا هذا يعني قاعدين استنفاع، احنا اقل حاجه الموضوع هذا ان المساكن هذه تتحول لناس ك ك كملك، يعني حقا اسمه من اداره المشروع المفروض الموضوع هذا تتاجر فيه من البدايه. ومشروع هذا ما يتبعش للزراعه لا ما قصدي ما يتبعش مراقبه الزراعه في البلديه، يعني ما اداره المشروع هذه اداره الا تتبع اداره المشروعات بالمنطقه الجنوبيه تفتح كذا، تو ما عندهم لا عندهم اداره مفركسه ما يعرفوش وين قاعدين ما اي شو اسمه ما بيقدرش حتى مع من تتواصل. احنا ما لقيناش، احنا لو يعني لو لقينا ناس يعني في المشروع عندنا نتفاهموا معاها اقل حاجه الايرادات هذينا اللي
سواء هن قريبة بعد ذلك مش ظاهرة أمورها 100% عندها إدارة تستثمر عندها دخل. شو الفرق بين الاثنين سيد أحمد؟ نعم الفرق بين الاثنين شنو؟ الفرق ما بين الاثنين نعم. أن هذه مشروع عراون عنده إدارة معروفة نعم. ومشروع برشوش حتى هي نفس القصة يعني الشيء اللي بخش تمشي لهذيك الإدارة تسمع أما تهالي ما عندهاش إدارة نهائي أمشي أقول لهم وين إدارة المشروع وين يشتغلوا وين كل شيء والموظفين حتى هي مفركزة لا عندهم مرتبات لا عندهم شيء يعني ما تعرفش يعني عرفهم كأي حقيقة ما عارش عرفنا ما نتعامل احنا الموضوع هذا ان شاء الله احنا بعد العيد ممكن نديره مذكرة والله نديره عليا نحاول ان نقعد مع ندخلوها على رئيس المجلس الرئاسي يدير لنا موعد مع وزير الزراعة يدير لنا الالية هذه احنا ما عرفناش عداوة مع اي شخص قلنا لهم كم مرة يرى المواضيع هذه يرى والله العظيم تعرف احنا لو الإيرادات اللي في إدارة المشروع خدمة خاصة في تهالى إحنا الدولة هذه ما سنبوها في دواير في ما نعرفش المعدات اللي عندها والأراضي اللي تتبع المشروع والأرض اللي على اسمها كنقود يعني حاجات علينا إحنا معاش الدولة هذه معاش بالعكس نقلع ورزقنا الدولة انت باش تدعم المزارع ما تقدرش تدعمه يعني ما عندهاش شخص يمشي يتابع تو المزارع تصير له مشكله يقول انا لا عندي سماد ولا عندي ما بومبا تنحرق ولا عندي كذا وين يمشي لهذيك اسمها يمشي لهذه للمشروع هذاك والله اداره مشروع اصلا هي ما هناك تقربعت كلها دوائر تقربع وما نعرف ولا هذا لين حاجه واحد من اللي يهم ناشر وزير الزراعه وزير الزراعة بصفة عموم ناشدة أن يدخل فيه موضوع متاع تهالة مشروع تهالة الزراعة احنا ما عندناش علاقة احنا حتى لو يعني حتى المجموعة اللي قاعدة في المشروع سواء كان موظفين أو إداريين كذا يقدموا مقترح يعني يعطوه للمسؤولين لربما أقل حاجة اسمها أما بخليها الحكاية يعني مفركزة بهذا الشكل لو صير من مشروع ولو صير من أي جهة من جهات في دار وبالعكس ترى حتزيد معاناة أكثر منك سوى ولا دخل ريتها في اسمها في إدارة المشروع في دوائر في جهات يعني عندها استثمارات يعني عندها منتزة عندها كذا عندها المخابز في اسمها المخبز في اسمها المنطقة عندها كذا يعني هذه الاستثمارات لليوم ما فيش وحاجة ثانية يعني أقل حاجة أنت تحيد في أشياء في إدارة المشروع تحيدها يعني زي الدوائر تحيدها أما الحاجات الأخرى زي المزارع اللي فيهم المواطنين المفروض هذين يندر لهم عليا تدير لهم مذكرات تتبعها ترفعها لوزارة الزراعة تتخذ قرار بأن يتم يصدر قرار لامتلاك هذه المساحة المشكلة يعني تنفع فيها 40 سنة والله 50 سنة لليوم قاعدين فيه يعني. سيد احمد كليكلي عضو المجلس البلدي غات شكرا جزيلا شكرا لهذه التوضيحات بخصوص مشروع اتهال الزراعي ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يشهد هذا المشروع تطور وانه ياخذ خطوه للقدام ويصبح يعني حاجه من المشاريع اللي تفرح في البلاد. مشاهدينا الكرام هذا بخصوص اتهال وتعالوا تو نمشوا لقضيه ثانيه من قضايا موطني. عندنا موضوع غريب شوية في مكب نفايات أو مكب في مدينة سبها. المكب هذا يعيش فيه 50 مهاجر في وسط مكب القمامة أو مكب النفايات. الدولة وين والمجلس البلدي وين وش اللي وصلهم لـ50 مهاجر والعدد ما يعني مجوش آمس ولا لامس لأ ليهم فترة. توضيح أكثر وشن اللي صاير بالضبط تعالوا نشوفه في التقرير هذا وبعدها نرجع نستقبل ضيوفي.
لا يعلم الكثير من سكان سبها بوجود أناس يسكنون في مكة بالمدينة الرئيسي. هنا يقيم مهاجرون يعتشون على مخلفات القمامة التي يفرزونها ويبيعون ما يمكن تدويره منها. مشاهد الحياة في مكة بالمدينة كانت صادمة للكثيرين، لكن السكان هنا تعودوها. زوز دينار، لكن فكة خمسين، خمسين جرز. كم ياخذ دينار في اليوم التكي؟ اليوم؟ ممكن عشرة، ممكن ثمانية دينار. تبدو تفاصيل الحياة هنا قاسية إلى حد كبير، وفي ذات الوقت هي بسيطة، ولكنها تنذر بخطر انتشار الأمراض بين سكان قرية المكب، وهو ما دفع المكتب الصحي بمنظمة الهجرة الدولية للبدء في التواصل مع هؤلاء من أجل توعيتهم والعمل على متابعة وضعهم الصحي. احنا نحاول نوعوهم قبل ما حد يمرض، ولو صار لا سمح الله حد تعرض لمرض أو إصابة نحاول نكون قريبين منهم ونوفر الدعم اللازم. حنكون في زيارة على الأقل شهرية للتوعية والفحص العام، ولو في أي حالة مستحقة يعني مستعجلة حنمشوا لها في وقت. عندنا تواصل مع الأخوة اللي يشتغلوا هنا، فلو استحقوا أي مساعدة ونحاول نكون قريبين منهم. سكان قرية المكب بسبها يعيشون على بقايا الألمنيوم والنحاس والبلاستيك، والتي يعتبر ريعها مصدر دخلهم الوحيد ولأسرهم، ولا يدرون متى قد تنتهي أعمالهم في هذا المكب الذي لا يعتبر مكانا آمنا على الدوام. هنا يظهر دور المنظمات الدولية التي يجب أن تهتم بهذه الفئة. لقناة ليبيا عبد منعم جهيمي، سبها. لا تعليق، والله لا تعليق. خلي نفهموا بالك، أنا فهمت غلط وأنتم فهمتوا غلط وشفنا غلط. نفهموا السيد السايح أبو دربالة، مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سبا. سيد السايح، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك سيد السايح. سيد السايح، عرفني أكثر بالناس اللي موجودة هذه في المكب. هل هم عاملين في المكب، مهاجرين ما عندهمش إمكان يقعدوا فيه، اختاروا هذا المكان؟ من هؤلاء سيد السايح؟ بداية نشكر استضافتكم الكريمة في قناة المعقرة. المكب النفايات في منطقة جديدة هو أحد المكبات الرئيسية في مدينة سبها، والتابع إلى الشركة العامة لخدمات النظافة في سبها، حيث تقوم شركة خدمات النظافة بالاستعانة بالعمالة الوافدة، ونطلق عليهم بين قوسين الجيش البرتقالي في تنظيف المدينة. الظروف السكنية أو السكن العمالي الخاص بهذه العمالة الوافدة في نظرنا نحن في المجلس البلدي غير ملائمة لإمكانية العامل، سواء كان وافد أو غيره. فلهذا قام المجلس البلدي الفترة الماضية بدراسة تفعيل لجنة حصر وتحسين ظروف العمالة الوافدة في سبها، وإن شاء الله الأيام القريبة الماضية سيتم تفعيل هذه اللجنة على أكمل وجه في تحسين ظروفها وحصر هذه العمالة الوافدة داخل مدينة سبها. سيد ساي، عارف أن لو الموضوع هذا في دولة أخرى تهتم بالإنسانية وبالمواطن، أن شركة الخدمات العامة هذه وأي حد يتبع شركة خدمات عامة يتم حل هذه الشركة ويتم سجن هؤلاء، لأنك أنت كشركة خدمات كيف ترضى لإنسان بني آدم زيك زي يرقد بين الكنايس؟ خلينا نتكلموا بالفلاقي. ولما تجي تقول لي سيد السايح تم تشكيل لجنة، الموضوع لا يحتاج للجان، الموضوع مفروض مذكرة من رئيس المجلس البلدي وعميد البلدية بإخلاء هذا المكان فورا، وعلى الشركة العامة للخدمات توفير مكان ملائم لهؤلاء، نعاملوا فيهم كيف ما نعاملوا في الحيوانات أكرمكم الله. سيد السايح، بالنسبة لمكب النفايات، معظم العمالة المتواجدين فيه عمالة مؤقتة، ويتم على حضور بعض الوافدين من خارج الشركة أيضا لبعد عن مقر عمل عن مدينة سبها خارج المدينة. وأنت ما تقدرش تعرف أن هذا عامل يتبع شركة خدمات النظافة أم لا، ولكن في المضمون
يمكن ان تحدد ساعات عمل العمال الواثقه عندما يتم رمي. من المسؤول على الموقع سيد سايح؟ الموقع هذا من المسؤول عليه؟ اخي عماد، شركه خدمات النظافه في مدينه سبها هي المسؤوله، وهي تحت اشرافها المكب الخدمات المكبات داخل مدينه سبها. نعم، خلينا ناخذها معك سيد سايح، ممكن يكون مش فاهم الموضوع، ناخذها واحده واحده. لما شركه الخدمات العامه مسؤوله عن هذا الموقع، سواء الشخص الموجود في هذا الموقع موظف او غير موظف، مؤقت او دائم، هذا المكان غير صالح للاقامه اي بشر في هذه الكره الارضيه، يعني هذا المكان موبوء مليان بالاوبئه، فكيف للشركه العامه من الاساس ان تسمح بوجود هؤلاء؟ واللي عرفت ان الموضوع مش بامس ولا ولامس، الموضوع ليه سنوات، ليه فتره طويله، يعني ما نعرفش المده لكن ليه فتره طويله. عماد خليني احكي لك، بس نلاقي المكب هذا خارج المدينه. نعم. والمكب هذا فيه ساعات لدوام، هو المفترض كالتالي ان عامل النظافه الذي يعمل في شركه خدمات النظافه عند معدن تجميع النفايات داخل المدينه يقوم بارسال هذه العربات الى مكب النفايات وثم رميها في مكب النفايات. اللي حاصل شنو؟ هناك تجمع عدد كبير من الوافدين داخل مدينه سبها والباحثين عن العمل، واهم مصدر للرزق حاليا في مدينه سبها حتى الليبيين اللي اصبحوا يلتجون له وهو اعاده تدوير المخلفات والبحث عن البلاستيك والمعادن الى اخره الى اخره. هذا المكب خارج المدينه، فهنالك اصبح تجمع لعدد كبير من الوافدين لكسب قوت يومه من اجل تفتيش عن المعادن، تفتيش عن البلاستيك، تفتيش عن المخلفات الى اخره، اي ما يسمى باعاده تدوير المخلفات. هذه شركه خدمات النظافه بحكم ان المنطقه هذه خارج المدينه لا توجد سيطره حتى امنيه في داخل عليها، او مثلا بوابه، لان صارت لنا حتى حوادث في اختطاف السطو المسلح على سيارات رفع القمامه عندما تكون متجهه الى 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 مكب النفايات، فما بالك انك بتقوم بتامين مكب من اجل انك 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 عندك بتوفر مثلا حمايه لهذا المكب، ليش ما تقدرش تخلي الاعمال الوافده اللي منتشره في مدينه سبها بدون وفق عدم وجود قوانين غير قانونيه هنا وجب علينا ان نقوم باجراءات. اللجنه هذه اللي احنا نحكوا عنها لجنه تقوم بحصر الاعمال الوافدين بالكامل الى مدينه سبها، سواء كانوا متواجدين بيننا في الاحياء، سواء كانوا الاستعانه بهم في الاعمال الوقتيه او الاعمال نعتبره الرخيصه، لكن نحن مع انسانيه وعدميه الانسان. يجب طبعاً على طبعاً. الشركات القدميه سواء شركه مياه والصرف الصحي او شركه خدمات النظافه التي تقوم بتمكين هؤلاء العماله الوافده المنتشره داخل المدينه، يجب عليهم ان يتم تشغيلهم وفق اجراءات مكتب العمل في ليبيا، وفق ادميه الانسان، ويجب توفير لهم سكن عمالي لائق وادمي الى اخره. لكن هنالك صدقني ما في تداخل بين العماله اللي هم ساعات الدوام بتاعهم موجوده، ما فيش حد يسكن في المكب. ليش ساكن اصلا في المكب الافريقي اللي جاي يخدم؟ ليش ساكن في المكب؟ ساكن لانه بيجمع مخلفات بيش يقوم ببيعها، لكن انت ساعات انت تجي مع العربه، توزع القمامه وتروح مع العربه، في سكن خاص في دائرات الشركه بالامام من في ورش المهديه او ما قريب من شركه محطه الرفع الرئيسيه التابعه لشركه المياه والصرف الصحي. هنالك مقر، هذا كي المقر انا زرته بنفسي، ها يعتبر غير لائق، عباره عن نقول احنا بالليبي براريك، لكن على شركه خدمات النظافه لانها تصرف لها ميزانيات ومخصصات يجب ان والطامه الكبرى لسيد السايح واللي فهمتها منك ان هؤلاء يعني الاشخاص ايضا مهاجرين غير شرعيين غير قانونيين، يعني اين هنا
نعم. الطامة الكبرى نعم. وين جهاز الهجرة غير شرعية؟ وين الأجهزة الأمنية والضبطية؟ الموضوع مش متاع مبارح ولا أول مبارح، موضوع ليه عمر وقاعد بالشكل عدم هذا يعني. عدم تفعيل أجهزة الضبط والأجهزة مكافحة الهجرة الغير نظامية. نعم. عدم تفعيل مديرية الأمن بسبها، عدم تفعيل جهاز الهجرة غير نظامية بمصلحة الجوازات والجنسية، عدم تأمين البنوك، ملف شائك، ملف أمني كبير عليه. نحن في المجلس البلدي مجلس خدمي فقط، لا نملك سلطة أمنية طبعاً نقرها. لكن هنالك حاجة، شركة خدمات النظافة، هل شركة الخدمات النظافة يجب أن تكون وفق الاقتصاد القانون 59 تحت الإشراف المباشر للمجلس البلدي؟ اليوم أنا ما نقدرت نستدعي صلاح قبل ونحاسبه على كل كبيرة وكبيرة يقول لك أنا نتبع إطراف الوزارة مباشرة، فأنا مستقل ماديا وماليا إلى آخره. هنا المعضلة. أما بالنسبة للعمالة الوافدة، العمالة الوافدة اليوم أنا نقول لك حاجة، العمالة الوافدة في شركة خدمات النظافة تشتغل بمرتب شهري 300 دينار في الشهر باهي، وما يحصلوش فيها ثلاثة أربعة خمسة شهور. ممكن يقدروا بيدبر المجلس البلدي يتدخل ويضغط على شركة البيانة ولا غيره، يحاول إن يحولوا الصك لقيمة نقدية، لأنهم هم عمالة وافدة ما عندهمش حسابات مصرفية. تواصلنا احنا كعدد من منظمات المجتمع المدني معهم بتوفير الغذاء لهم. في بعض الأحياء العمالة الوافدة اللي يقوموا بتنظيف الأحياء والناس تأكيد في الأحياء هم اللي يقوموا به مثلا بتقديم لهم الغذاء والماء البارد إلى آخره. لكن هناك عمل تكافئ إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الموضوع، إن في لجنة إن شاء الله الأيام الجاية عمر المجلس البلدي القصير حيتم تفعيلها، لجنة سابقة لا تستكمل وقائمة بشغل حلو بحصر الأعمال الوافدة وتسجيل وإنشاء مراحل للتسجيل داخل المحلات الموزعة 13 محلة. هنا نقدر نستطيع أن ومحاسبة ما بالتعاون مع مكتب العمل مع جهاز الهجرة الغير نظامية إذا كان مفاعل مع مديرية الأمن، يمكن أن مع اتحاد الجاليات الأفريقية في عندهم هنا اتحاد الجاليات الأفريقية نقدر نحسن من الظروف العمالية والمعيشية لهؤلاء العمالة. في الأخير هم بشر ويجب علينا احترام حقوق الإنسان داخل مدينتنا أو على مستوى ليبيا الحبيبة. نعم. سيد صيحة أبو دربالة مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية سبها، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى ملف آخر من ملفات موطني. مشاهدينا الكرام، اليوم في الملف الأخير من ملفات موطني اليوم نتعرف على جسم من أجسام الدولة الليبية وهيئة من الهيئات، واللي هي الهيئة العامة للمناطق الصناعية اللي تم إنشائها بقرار رقم 146 لسنة 2006، وطبعا تبعيتها بشكل مباشر لوزارة الصناعة، وتختص هذه الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المناطق الصناعية والخدمية وفق المواصفات والمعايير الدولية. الصناعة جسم أساسي وشيء أساسي، يعني احنا اليوم ليبيا دولة تعتمد على النفط بنسبة 100%، والدخل الآخر ممكن شوية هالجمارك ولا الضرائب والحاجات هذه، لكن ما نفكروش دائما في البدائل على النفط. البدائل على النفط من أساسياتها هي الصناعة والاهتمام بها وتوصيل الفكر للمواطن وتعريف المواطن بأهمية الصناعة. في دول في العالم تعتمد يعني دخلها ممكن 90% على الصناعة، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الصناعات يعني الإنشائية، العديد من الصناعات وكافة الصناعات اللي هي الأشياء اللي عمرها ما تنتهي. نقول صناعة ليد،
فهذه من الأساسيات في العالم كله. في ليبيا اليوم لدينا وزارات للصناعة. لما نتكلم على الصناعة في ليبيا على طول يعني لما نتكلم على الحكومة ممكن شركة الحديد والصلب، مصنع اسمنت، يعني خيارات تتعد عليه أصابع اليد الواحدة. به الهيئة هذه اللي هي هيئة العامة للمناطق الصناعية، شن الهدف الاستراتيجي منها وليش اندارت هذه الهيئة وشن تبي يتحقق؟ طبعا أهدافها عدة، تتكلم على دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية وتحقيق التكامل فيما بينها، وهذه نقطة مهمة. أيضا تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في برنامج التنمية الصناعية لتلبية احتياجات المجتمع وتنمية الصادرات. المقصود هنا بهذه النقطة يعني نشوفه في ليبيا، احنا من بعد 2004 بدأ في حركة، بدأت في ناس ورجال أعمال يفتحوا في مصانع، مصانع ألبان، مصانع عصاير، عندنا مصانع حفاضات أطفال، مصانع يعني ألبان أطفال. بدأ في الفكر، بدأت فكرة يعني تجارة، التجارة هذه والمكسب هذا عن طريق الصناعة بدأ ينتشر وبشكل كبير يعني. لكن الفترة الأخيرة في فضعضة والضعضة على الموضوع شوية، وما نقدرش نلوم رجل الأعمال، لأن رجل الأعمال لما بيجي بيدير مصنع هذا مكلف ملايين، ملايين في دولة غير مستقرة أمنيا وسياسيا، صعب أي رجل أعمال يغامر بهم. تعالوا نشوفوا مع بعضنا التقرير هذا ونرجع بعدين نستقبلوا ضيفنا لهذه الفقرة. قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية بزيارة لبلدية سلوك للوقوف على بدء العمل بمشروع إنشاء مصنع للجبس داخل البلدية. المصنع سيقام على مساحة تقدر بعشرة هكتارات. رئيس مجلس الهيئة أكد أن عدد المناطق الصناعية على مستوى ليبيا بلغ 43 منطقة، إلا أن المستهدف حاليا هو تفعيل 3 مناطق فحسب. تأسست الهيئة العامة للمناطق الصناعية في عام 2006 بهدف إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الصناعية بما يسهم في جذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني. مشاهدينا الكرام، في البداية وقبل أن نتعرف على هذا الجسم خلونا نستقبل السيد بشير الدروقي عميد بلدية سلوك ونعرفوا منا يعني نتائج زيارة السيد رئيس الهيئة السيد مفتاح الجريبي لبلدية سلوك. سيد بشير السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك سيد بشير في برنامج موطني. سيد بشير، في البداية الأسباب الرئيسية لزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية لبلدية سلوك، وما هي أهم نتائج هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. أولا نشكر قناتكم الموقرة على تحت هذه الفرصة. طبعا الأسبوع الماضي قام السيد رئيس مجلس الإدارة اللي هو الأستاذ مفتاح الجريبي إلى بلدية سلوك، إلى المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية اللي موجودة في سلوك حوالي 380 هكتار، وحاليا في الوقت تم تخصيص حوالي 3 مصانع هي 11 مصنع، واول مصنع ينزل اللي هو الاسبوع اللي الماضي اللي هو اسبوع مصنع جبس، هذا اول مصنع، وان شاء الله بديت المصانع الاخرى الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ونشكر الاستاذ مفتاح جريد على زياره بلدية سلوك وعلى دعمه الى بلديه سلوك بتنزيل مشاريع ضخمه في بلديه سلوك، والمشاريع تكون من مصنع سمنت، مصنع جبس، مصنع الكوابل، مجموعه كبيره طبعا من المصانع، وهذه حتى تحل مشكله العمل موظفين بلديه سلوك اللي ما عندهمش اعمال. نعم، تحل لهم المشاكل، الحد من البطاله يعني. ايوه، وحتحل مشكله البطاله وتوفر عمل لاهل المنطقه واهل بلديه سلوك ان شاء الله بالكامل.
موفقين استاذ بشير، وحبينا نطمنوا منك على زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة. شكرا لك سيد بشير الدروقي عميد بلدية سلوق. نستقبل أول استاذ مفتاح الجريبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية. سيد مفتاح السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أولا يطرد إدعاكم وحياتكم الموقرة بالقيام بإجراء هذا اللقاء مع السيد بشير الدروقي، هو عميد بلدية سلوق الذي أكن له كل التقدير على ما قدمه للهيئة من مساعدة في العديد من الاجتماعات التي عقدت معه، ووقوفه إلى جانب الهيئة لتدليل بعض الصعاب التي كانت تواجه الهيئة في إيصال الخدمات اللازمة لهذه المنطقة من مياه وكهرباء وغاز، وأكن له كل التقدير والاحترام على مجهوداته التي بذلها في هذا الخصوص. اهلا بك استاذ مفتاح. استاذ مفتاح في البدايه خلينا نعرف المواطن شن هي هيئة العامه للمناطق الصناعيه. الهيئه العامه للصناعيه، نعم. الهيئه العامه للمناطق الصناعيه هي هيئه تهتم او تختص بانشاء مناطق صناعيه تقام على اراضيها صناعات. طبعا في البدايه اسمح لي ان اعرج على ما بدات به حضرتك من ان الاقتصاد الليبي اقتصاد احادي الجانب يعتمد فقط على تصدير سلعه النفط، نعم. وهو للاسف طبعا سلعه النفط تشكل من الصادرات حوالي ما يزيد عن 95 او 96% من الناتج القومي، وبالتالي تمدى في نهايه القرن الماضي على اساس انه يتم احداث مناطق صناعيه تتولى انتاج السلع والخدمات او احداث نقله في الاقتصاد الليبي ليكون اقتصاد عمل وانتاج، وبالتالي يعني ركزت على انشاء المنطقه الصناعيه. ولكن نتيجه لما حدث فيما بعد سنه 2011 صار هناك ركود وعدم اهتمام باتمام انشاء هذه المناطق الصناعيه. كما ذكرت حضرتك في البدايه هناك 43 منطقه صناعيه، ولكن نحن راينا ان نخطط على اساس تكعين عدد ثلاث مناطق فقط اللي هي وادي ناجر في مدينه قطيفن، ويسرني ان اتوجه بالشكر للسيد عميد بلديه قطيفن والسيد المطور في هذه المنطقة سيتم تفعيلها في القريب العاجل. نعم. وهناك منطقة سلوق اللي نحن الآن قمنا بزيارتها وطننا فيها حوالي 13 مصنعا من مصانع مهمة جدا الحقيقة لإنتاج مواد تعتمد على الخامات المحلية ولا تعتمد على الاستيراد من الخارج. هذه المصانع هي مصانع بتروكيماويات تعتمد على خامات محلية، مصانع لإنتاج الإسمنت، مصانع لإنتاج الجبس، مصانع لإنتاج إعادة التدمير، مصانع لإنتاج الخرسانات أو المصبوبات الخرسانية، وهي أيضا تعتمد على منتجات الإسمنت، مصانع للكرتون، وهناك مصانع أخرى يعني تم اعتمادها حوالي 15 مصنعا في هذه المنطقة، صناعة الأعلاف أيضا، نعم. لأن هذه المنطقة تحظى بمشروعات زراعية، وبالتالي كان لنا تركيز على إقامة مثل هذه المصانع. نعم. سلمت على فكرة كل الأراضي سلمت بهذه المصانع على سيرة الأراضي أستاذ مفتاح، نبي نفهم منك نقطة معينة، كيف تختاروا أو اختياركم للمصانع واختياركم لتوزيع هذه المصانع على البلديات على أي معايير يعني تعتمدون في هذا الموضوع تحديدا؟ طبعا هناك نطلب طبعا هناك معايير مطلوبة وفقا للائحة التنظيمية للهيئة للمناطق العامة، نعم. الصناعية لابد من مراعاة الأثر البيئي، مراعاة الاعتماد على السلع المحليه والمنتجات المحليه الخامات المحليه لاقامه صناعات تعتمد على الخامات المحليه بالكامل 100% وتغذيه النقص في السوق المحلي، الاستغناء عن الاستيراد من الخارج او تزويد بعض او يعني كف بعض النقص او بعض الخلل في حاجه السوق المحليه. هنا الاختيارات طبعا نتيجه ان نحن زي ما قلت لك في البدايه ركزنا على تفعيل ثلاث مناطق، هي منطقه تسمى منطقه المبدي وهي خصصت للصناعات الطبيه او الدوائيه ومساحتها صغيره وبالامكان تفعيلها اللي هي 40 هكتار، نعم. سلوق 364 هكتار والان اكتملت بالكامل، يعني على فكره الان يعني اخر مصنعين وضنا هو مصنع مشروبات غازيه ومصنع للاعلاف وضنت اخيرا اليومين الماضيين في هذه المنطقه، وبالتالي الان نحن نستعد. هناك طبعا ايضا انا اوجه شكري للهيئه العامه للضمان الاجتماعي، للشركه الهندسيه للاعمال الكهربائيه، لعده شركات قامت واستجابت لمناقشتنا واتصالاتنا المستمره، لاننا ندرك ان اهميه تفعيل الاقتصاد الليبي
زي ما قلت لك تحويلها من اقتصاد وحادي الجانب الى اقتصاد عمل وانتاج يعتمد على اولا يعني عندما تقام مناطق صناعيه هناك مواطن شغل مباشره ومواطن شغل غير مباشره، يعني معناها ان احنا نحد من البطاله المرتفعه في الدوله الليبيه اللي هي تصل الى 40%. يعني لو تقام 3 أو 4 مناطق، احنا طبعا ما زال العدد المكون للمجتمع الليبي عدد بسيط، ما زال هناك يمكن 7 ملايين، لكن لما نقام مناطق صناعيه في مختلف البلديات سيتم ايجاد وظائف شغل زي ما قلت لك مباشره وغير مباشره، وبالتالي الحد من البطاله، يعني الحد من التضخم على فكره هذا مشروع او موضوع اخر ممكن افراد تخفف التضخم وعند ارتفاع الاسعار ونقص السلع بالسوق المحلي. نحن الان يعني بصدد زي ما قلت لك الان في خلال الاسبوعين القادمين سنرى او نعقد حلقه مع الإخوة مدراء الشركات أو أصحاب هذه الشركات للنقاش حول ما سيتم إنتاجه أو توفيره من سلع من خلال هذه المصانع، كميات التي تنتج ويزود بها السوق المحلي، وما ستقدمه من وظائف شغل، يعني سيكون محدد الأعداد التي يتم توظيفها وهناك الوظائف الغير مباشرة. بالنسبة لمنطقة سلوك أنا أرى أن بإذن الله تعالى في القريب العاجل تزدهر هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تحوي رفات شيخ الشهداء عمر المختار، ولذلك وجهنا لها الاهتمام لأن نحن نقيم فيها أو نفعل فيها منطقة صناعية. هناك منطقة صناعية في منطقة الكرارين وهي يعني شبه بها بعض المصانع ولكن نعم. تحتاج إلى تفعيل، وأيضا سنتج أيضا أو تتج أنظارنا إلى تفعيل هذه المنطقة نعم. في القريب العاجل. سيد مفتاح، يعني في جزئية مهمة، يعني الصناعات في العالم لا تستمر بقوتها في حال عدم وجود وعدم الشراكة مع القطاع الخاص. في ليبيا تحدثت في المقدمة أن في من 2003 وحتى 2011 كان هناك يعني العديد من المشروعات، وخاصة تحدث في الجانب الصناعات وإنشاء المصانع، ورجال الأعمال كانوا متشجعين جدا لهذه النقطة. هنا سؤالي، يعني ومع غياب رجال الأعمال في هذه المرحلة أستاذ مفتاح، يعني ما الحل وما هي الآلية التي يجب أن تتبع لإعادة الثقة لرجل الأعمال في العمل داخل الوطن وإنشاء هذه المصانع؟ هناك طبعا أنا شخصيا اتجهت إلى إنشاء أو طبعا هناك لائحة تنظيمية للعمل الصناعي، أوجدنا لائحة تنظيمية للمناطق الصناعية الخاصة التي يتولاها رجال الأعمال، وهذه طبعا قيد الاعتماد بإذن تعالى، هي لائحة أنجزت أنجزتها شخصيا وعرضتها إن شاء الله على الوزارة، إن شاء الله بإذن الله يتم اعتماد هذه المنطقة. لكن هناك على فكرة يعني رجال الأعمال، هناك بعض رجال الأعمال الذين يقومون الآن بصناعات ضخمة ومهمة تغذي جزء من احتياجات السوق المحلي سواء كان في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أو حتى في الجنوب. هناك بعض رجال الأعمال الحقيقة التي أرفع لهم القبعة لأنهم اهتموا بتوفير بعض الاحتياجات، من سواء كان احتياجات غذائية أو احتياجات ملبوسات أو بعض الاحتياجات الأخرى. يعني إن شاء الله أيضا أوجه الدعوة للمصارف المقرضة التي افتتحت أو صممت على أساس تدعم المشروعات الصناعية سواء كان متوسطة أو الصغرى، على أساس أن يهتموا بدعم طالبي دعم على أساس أن تقام صناعات، والهيئة العامة للمناطق الصناعية ستوفر المناطق وستوفر أيضا وفقا لقراراتها التنظيمية جميع مصادر الدعم، الإحسان من الضرائب، الإحسان من الجمارك، الإحسان من العديد من الرسوم. هل نحتاج اليوم سيد مفتاح لتفعيل أو إنشاء جسم هيئة لتشجيع الاستثمار أم ماذا؟ هي هيئة تشجيع الاستثمار موجودة أصلا، تفعيلها موجودة أصلا، تفعيلها هو هذا اللي نحتاجه. يعني على فكرة هناك يسمح لي التعريج على ما يسمى بالتخطيط الشامل. تفضل. نحن الآن أوجدنا التخطيط الشامل أو الهيئة العامة للتخطيط على أساس أن تقوم بوضع خطط شاملة يراعى فيها تفعيل كل ما يحتاج المجتمع من صناعات ومن يعني رفع الناتج القومي بحيث يستمر الاقتصاد يتدفق ويتطور الاقتصاد، وبالتالي أن ينخفض التضخم اللي موجود الآن في ليبيا، هو تضخم عالي جدا للأسف، هو طبعا يتأثر بالتضخم العالمي ولكن التضخم الداخلي في ليبيا له عدة أسباب وعدة مكونات قلت لك يطول شرحها الآن في المشهد مجال فيها اليوم، ولكن لو سمحت
ممكن نحن نحدد حلقة أخرى نتحدث فيها عن الناتج القومي وعن محددات الدخل في الناتج القومي والبقالة والأمور الأخرى نعم. المتعلقة بالاقتصاد. لكن يهمني الآن أن نحن رانا المناطق الصناعية رحبنا بكل من أراد أن يوطن مصنع وفهمنا له الدعاءات وعطينا له الإعفاءات. والحقيقة زي ما قلت لك أنا نوجه شكري خاص للسيد الدكتور إدريس حفيظة اللي هو بتاع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي. وطنا مصنعين اثنين احدهما لصناعة الاسمنت والاخر لصحن الكنكر. السيد رئيس الشركة الهندسية لأعمال كهربية صناعة الابراج الكهربائية والاعمدة والكوابل مصنع كبير جدا على 15 هكتار. يعني هؤلاء استجابوا لدعوة المناطق الصناعية وساهموا معنا حتى في تحمل تكاليف ايصال الكهرباء وايصال المياه. واعيد شكري ايضا لمجلس البلدي سلول مرة أخرى. سيد مفتاح، البعض يتساءل هنا يقول لك ألم يكن من الواجب يعني قبل إنشاء مصانع جديدة أن نقوم بإحياء المصانع السابقة، على سبيل المثال مصنع المرج للبطاطين مثلا؟ تمام، هذه طبعا تحت اختصاصات وزارة الصناعة، وأنا متأكد أن الهيئة وزارة الصناعة تولي اهتماما لمثل هذه، مش بس مصنع المرج، هناك مصنع الأنابيب، هناك مصنع الأثاث، هناك مصنع البلاستيك، هناك مصنع مصانع الألبان، مش مصنع، مصانع الألبان التي لا تحتاج إلا لمبالغ بسيطة جدا يجب دعمها سواء من المصارف أو ضمانها لدى المصارف بحيث أن هي تعيد، لأن هذه هناك معلش أنا قلت لك الاهتمام بما يسمى بالمناطق الصناعية الخاصة. يعني انت مصنع زي مصنع المرج كان يوما ما، انا شخصيا عندما كنت في الهلال الاحمر الليبي نقلنا 30 الف بطانيه من صناعه المرج لمنطقه الاسنان في الجزائر. يعني كانت ليبيا تنتج، هناك مصانع الاثاث كانت تنتج، هناك مصانع الملبوسات النسائيه في سيدي خليفه كان ينتج، هناك مصانع. يعني هذه المصانع الصغيره التي اقفلت الان يجب اعاده تشغيلها، وتشغيلها لا يكلف شيئا سوى بخطط بسيطه وحرص بسيط. يمكن ان هي ايضا زي مصنع الشوكولاته عندنا في سيدي خليفه اقفل كامل. هذه المصانع تحتاج الى وقفه، تحتاج الى دعم، سواء كان من المصارف المقرضه او سواء من وزاره الصناعه بحيث تولي والاهتمام بهذه المرافق الصناعيه، لان هناك العديد من الاشخاص الان يتقاضون 450 دينار في هذه المصانع باعتبار الان مصانعهم لا تنتج، والدوله تنفق عليهم 450 دينار في وجود التضخم الحالي لا تكفي حتى لشراء الخبز الان على بعض الحرايا. نعم. استاذ مفتاح شكرا جزيلا لهذه التوضيحات اللي احتجناها تكون معنا في حلقه اليوم، نوضح للمواطن دور هذه الهيئة وما مستقبل الصناعات في ليبيا. سيد مفتاح الجريبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، طبعا اليوم هي آخر حلقة من موطني قبل عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بصحة وسلامة. وأختتم هذه الحلقة مع الزميل مالك أبو خطوة. مالك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين وسهلين بك عمدة، وأهلين وسهلين بكافة مشاهدين قناة الأعزاء. مرحبتين بك يا مالك، الهواء كله ليك وكلنا أذان صاغية، تفضل. شكرا صديقي، أهلين وسهلين بكم مشاهدينا الكرام في حلقة بلديات اللي نسلطوا فيها الضوء على أبرز التعليقات في صباح بلديات المدن الليبية، وعلى طول حنتجه بكم إلى بلدية بنغازي ونعود بكم من جديد إلى البلدية اللي بدينا بها حلقتنا قبل اختتام برنامج موطني قبل عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعلى كافة المسلمين بالخير واليمن والبركات. على طول نتوجه إلى البوست واللي هو في بلدية بنغازي، واللي قامت بأعمال النظافة ونقل المخلفات والكنس بمناطق أرض الزواوة وشارع العروبة وطريق الخمسين وشارع فلسطين وحي الأنصار والطريق الدائري الرابع الرابط بين شارع الوحدة العربية وامتداد شارع 20 وشارع الحجاز وجزيرة دوران جسر طرابلس، وتنفيذ من عدة شركات خاصة واللي هي شركة قلعة بغداد. يشار بأن هذه الأعمال ضمن عمل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة. على طول حنتجه إلى أبرز التعليقات اللي كانت موجودة في البوست اللي حمل الشعار اللي توا اللي نحن قريناه. أول تعليق كان من فوزي زوي، حنتجهوله على طول توا. فوزي زوي قال
إن شكرتم لأزيدنكم، نأمل من الجميع المباركة والدعاء. أما التعليقات السلبية لا تقدم ولا تؤخر، نأمل من المسؤولين التوفيق والسداد. كان فيه ردود على تعليق فوزي، بالنسبة للتعليق الأول قال وجبهم مقصرين فيه، عليش نشكرهم ونشجعهم، عادي هذا هو شغلهم، لمن معطينها العطاء وكم تكلفة وكم واخذين عليه. بالنسبة لفوزي أيضا رد من جديد وقال له أقل حاجة ينظف وسخنا، خليني ساكت حتى المواطن سلبي ويعزق لك ناسا حشاكم حتى من رواشن السيارات، و90% ياخذوا في مرتبات ترك دين ويعيطوا حتى المسؤول زي المواطن، وإذا قصر المواطن بالطبيعة المسؤول حيكون سلبي. هذا التعليق الأول. بالنسبة للتعليق الثاني كان من بكر المحجوب قال أعمال كبيرة حقا، ولكن كشيك واحد سيارة واحدة لا تكفي، وبدراسة بسيطة لعدد 50 سيارة نقل ثقيل وعدد كشيكين حجم كبير وكشيك حجم صغير. طبعا أن التعليقات نص كان فيهن نوع من أنواع يعني أن هم يوروا في البلدية أن بإمكانكم استخدام عدد من السيارات باش أن نحن نغطوا بنغازي كلها. هذا كان أغلب التعليقات من الموضوع. هتجو إلى علي عثمان اللي قال بارك الله فيكم، بس يريد تشكو بجزيرة الطيارة، الوضع قاعد صعب جدا، زحمة وعرقلة لحركة السير، وهذا مدخل بنغازي شرقي يعني واجهة المدينة. بالنسبة لعمر بن حليم قال يهو ديروا قطران بنية تحتية مباني سكنية جديدة، لكن تقولي إن كنس واسمك بلدية بنغازي غير اسم الصفحة واكتب خدمات عامة، واللي هنا كان فيه ردة فعل كبيرة واللي هي من قبل المواطنين إنه هو حصل عدد كبير من الإعجابات، لأن وصل رسالة مهمة جدا، لأن البلدية أكثر من مرة تنزل في أعمال نظافة وما تنزلش في مشاريع إن هي قامت بهم. بالنسبة لمحمد الكبير قال حطوا سلات قمامة، يهو فكروا شوية، موضوع بسيط، كل 300 متر حطوا صدل لمساحة بسيطة تسع ست سلات قمامة، توا تشوفوا كيف تنظم الحكاية، لكن تخلوا في الناس تعزق وتعرم كل أسبوعين مرة جود نظم. هذه واحدة من التعليقات اللي كانت في صفحة البلدية. خالد الشهيبي قال لحيشي خالف مركز العروبة جانب مسجد بوسعيد الخضري طبيخة، ياريت نجوب. بعض التعليقات كانت مسلطة ضوء كويس على العمل اللي تقوم به البلدية، ولكن بعض التعليقات كانت فيها تحكم شوية على الأعمال اللي يقوم به الموظف. فتحي القماضي قال توا هذا عمل يستحق النشر يعني، وأيضا نجيب قال لا ممكن نعرف الجهة المنفذة، هل هي شركة خاصة أم شركة أعمال العامة. لكن نقدر نقول إحنا وصلنا إلى ختام تعليقاتنا اللي سلطنا فيه عرفنا به أبرز التعليقات اللي علقوا فيه في بلدية بنغازي. إن شاء الله تكونوا وصلت الرسالة لكافة المواطنين اللي موجودين حاليا واللي مش مركزين أساسا على تعليقات الناس، فنتمنى إن هي تكون رسالتنا وصلت. إليك عامد حماد بن حامد، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت طيب يا مالك، ونورتنا الفترة الماضية كلها بإطلالتك معانا وبالإضافة اللي قدمتها لنا في فريق موطني، ووصلتني المعلومات قالوا لي أنت بتاخذ تركينا بروحك خلاص ما عادش تبي تكون معانا. خلاص بندير برنامج شرايين القديم بنفوتها. إن شاء الله موفق يا مالك، وإحنا معاك في أي حاجة. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لانضمامك لفريق موطني. طلع يا كريم الجروب خلاص ما عادش لي فايدة. منور يا ملوك، منور يا غالي، ربنا يحفظك، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. سلام سلمك. مشاهدينا الكرام، لهنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج موطني. هذه اخر حلقه قبل العيد الاضحى ان شاء الله، كل عام وانتم حيين باذن الله. بعد العيد وبعد اجازه العيد نرجع لكم باطلاله جديده وبشكل جديد وفقرات جديده، ونتمنى بإذن الله تعالى أن احنا نكون الفترة الماضية كلها كنا عند حسن ظنكم، واعذرونا على أي تقصير، ديما نحاول أن احنا نكون معاكم ونحاول أن احنا نقدم ولو جزء بسيط من الإضافة والفائدة للمتلقي والمشاهد. مشاهدينا الكرام، اهتموا بصحتكم، حافظوا على صحتكم، اتبعوا الإرشادات، ارتدوا القفازات، ارتدوا الكمامات، خذوا المسافة وابعدوا أقل شيء متر ونص، يا ريت نسمعوا الكلام هذا ونحافظوا على صحتنا.
أسأل الله أن يحفظ ليبيا في بمناسبة هذا العيد وهذه الأيام المباركة. ندعو الله أن يحفظ بلادنا وأن تعود ليبيا التي نعرفها، وأن يكون كل ممر وهذا الكابوس اللي مر مجرد ذكرى في تاريخ ليبيا. أتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة وفي كافة الحلقات السابقة. في الختام الشكر لأخوي مالك أبو خطوة اللي كان موجود معنا الفترة الماضية، الشكر موصول أيضا لمعد البرنامج زميلي مصعب البرقتي، ومنتج البرنامج الزميل عبد الكريم خليفات، وكل فريق العمل، والشكر أيضا والتحية لمعدة البرنامج من كانت معنا في يوم ما الزميلة نهلة المهدية، وجه لها التحية والشكر على كل ما قدمته في هذا البرنامج. الشكر لكل الإدارات في القناة، الإدارة الفنية، الإدارة الإنتاج، إدارة البرامج، وكل من عاون في هذا ظهور هذا البرنامج. وطبعا الشكر الأهم لكل الرجال خلف الكاميرات واللي معنا في الكنترول روم، وجه لهم التحية، وأعتذر منهم عن أي تقصير أو أي خطر بدر مني. وفي الختام الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. ذات الجمال أراه الحب مختزلا، فيك وفينا لهيب الشوق محتملا، كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا. يا ليبيا يا ألما، يا ليبيا ألما، أهدي إليك حنايا الروح والقبلة.